السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هنا ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، كل شيء يعني مربي الارانب كيقلبوا عليه، وهو كيف تسمن صغار الارانب بسرعة الصاروخ، يعني بحبوب موجودة في السوق. يعني بعجالة ممكن نهضروا على هذا الموضوع، ان الخليط ديال هاد الحبوب هذه، يعني غادي تشدوا واحد يعني تمشيو السوق وغادي تشريو قرديه. حنا كنقولوا قرديه هي واحد المكيال كيتعاملوا به الفلاحه. شنو غادي ديروا؟ غادي تشريو قرديه ديال الشعير، وقرديه ديال الذره، وقرديه ديال النخاله. غادي نوريكم الطريقه ديال الخلط، والطريقه ديال كيفاش تعطيو هاد النخاله وهاد الشعير وهاد الذره. إذن إليكم الطريقة، تابعوا معي الفيديو. إذن الخلطة ديالي هي هذه، يعني خلطة سحرية أنا كنعتبرها، يعني تسمين مباشر بالنسبة للأرانب. أنتم أنا غادي نوريكم بس شنو راني دايرها في هذا البرميل هذا، على حسب يعني الحفاظ على هذا الخليط هذا. شنو درت؟ أنتم كما كتشوفوا هاد الخليط عبارة عن نخالة، يعني هاد الكمية كلها راه تقريبا طايحة بشي 540 ريال، يعني 27 درهم. يعني هادي اسمو فيها، أنا خلطتها بيدي هاد الخلطة هادي. اش فيها؟ فيها النخالة، هادي النخالة، وفيها الذرة ها هي، وفيها الشعير. هاد الشعير كيقولوا شعير بيزانة، يعني كاين واحد الشعير رقيق تا هو مزيان، ولكن هذا كيموتوا عليه الارانب، يعني كيبغيوه بزاف. الشعير البيزانه، عقلوا معايا، شعير البيزانه. اذا هاد الخليط هذا، هاد الكميه هذه عرفتي شحال غادي تضرب لكم، لان الكميه اللي غادي تعطيو للارانب ديالكم راه ماشي بزاف. غادي تعطيهم غير الطاس ديال الياغورت، يعني فيه نقولوا 100 غرام، وتعطيهم مره في الصباح ومره في العشيه. يعني هاد 100 غرام راه ممكن تعطيها للارانب الصغار، راه ما نقول لكمش يعني الطاقه اللي كتولي فيهم والوزن. يعني الناس اللي كيقلبوا على التسمين راه هذه فرصه، يعني هديه من يوتيوب، وهي هديه من القناه ديالي ديدو سامودي. انا كنعودكم ديما على الهدايا، هذه هديه يعني مجربه. الناس اللي غادي يقولوا لي الطريقه كيفاش نعطيو هاد الخلطه هذه. بالنسبة للصغار ممكن تعطيوها لهم هكا، ماشي مشكل تعطيوها لهم هكا. أما بالنسبة يعني الأرانب الأمهات، منين تولد لكم شي 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 أنثى، شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هذه، وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن، ولكن ماشي بزاف ديال الماء، غير حدوا أنه يسرد واحد شوية، وتعطيوها لهم في الصباح الباكر. كونوا متاكدين ان الامهات ديالكم غادي يفيضوا بالحليب اولا، ان النخاله غادي يشدوا الصحه ديالهم، غادي يسترجعوا الصحه ديالهم، وغادي يكونوا يعني في واحد الحاله يعني مزيانه 100%. اذا عقلوا معايا، بالنسبه للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيوها لهم هكا ناشفه، ماشي مشكل نعطيوها لهم، راه كتعجبهم. بالنسبه الامهات والذكور، الا بغيتو تعطيو هاد الذكور، ولكن خصوصا الامهات اللي يلاه ولدوا، يعني في السيمانه الاولى، في النهار الاول الثاني الثالث، شدوا هاد الكميه هكا، كميه ماشي بزاف، ممكن جوج طيسان ديال الياغورت، وتسردوهم، ماشي تتغرقوهم بالماء، لا، يعني خوفا من المراره، باش ما ديرهمش مراره، غير جهد ما، يعني حنا كنقولوا تبربشوا واحد شويه بالماء الساخن، ماء طايب، تخليوه شويه يبرد، غير بما شويه يبرد هكا، وتعطيهم ياكلوه. كونوا متاكدين انها خلطه رائعه بزاف كاع، يعني انا هذه خلطه مجربه من سنين، وانا كنستعملها، وخصوصا كنديرها للارانب البلديه كتصدق لهم اكثر من الروميه، ولكن الروميه جربتها معهم، والكروازيه كذلك نفس النتيجه يعني مرضيه للغايه. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي الاثمنه كيفاش، يعني هاد القرديه شحال كدير بالنسبه للشعير، شعير بيزانه، وبالنسبه للنخاله،
وبالنسبه للذره، وهاد الذره هذه راه كتكون يعني مدكدكه، يعني حنا كنقولوا ماشي ذره نيشان، لا كنقولها مبرشه، يعني كتباع هكاك، ماشي انتم كتشدوها تحنوها، لا كتباع موجوده هكا. اذا بالنسبه للاثمنه الشعير كيدير 12 درهم، سجلوا معايا باش الا مشيتوا للسوق تعرفوا راسكم اش كديروا. اذا الذره كدير 12 درهم، الشعير كيدير، هذه قرديه راه فيها واحد الكميه كبيره، يعني راه نقولوا ما تشريوش بالكيلو، الا شريتو بالكيلو راه كيطيح عليكم غالي. ديروا قرديه كطيح شويه رخيصه، وطيح رخيصه كاع بزاف. اذا القرديه ديال الشعير 11 درهم، القرديه ديال الذره 12 درهم، القرديه ديال النخاله رخيصه في الثمن كدير 6 دراهم ونصف. اذا هذا الخليط كله كتشدوه كتكبوه في واحد البانيو وكتخلطوه بيديكم ولا بشي خشبه ولا، وكتبقاو تستعملوه، تعطيوه للصغار ديالكم، كونوا متاكدين ان راه التسمين يعني بسرعه الصاروخ. انا راه ما كنتيقش ان ملي كنعطيهم هذه الخلطه هذه يوم على يوم كنحس بهم كيكبروا عندي، يعني الحمد لله انا كندير شي تجارب، يعني كنشوفوا من الناس القدامى ولا كنجرب راسي. المهم ملي كان نجرب هاد يعني الخلطه وكنلقاها صدقات، كنحاول انني ننشرها مع العائله ديالي اللي هما نتوما بدون نفاق، كنعتبركم العائله ديالي وكنتمنى لكم الخير. ديروا هاد الخلطه هادي ان شاء الله وراه غادي تشكروني عليها. مرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف. ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.